تيجوا نكلم رشا واهلها نشوف وصلوا لحد فين. يا رشا الو، ازيك يا رشا؟ ازيك؟ بتقلي في الشارع عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ والله وحشاني قوي. وانتي كمان هتتعبينا ولا هتكملي؟ لا هكمل باذن الله. يا رب طمنيني عليكي. الحمد لله لسه سالي، الحمد لله نشكر ربنا. خسيتي قد ايه بعد العمليه يا روشا؟ يعني ده 20 كيلو، كل 30 كيلو. اللهم بارك، الله اكبر، ما شاء الله. لا بقينا نعد بال 20 وال 30. ها؟ الحمد لله نشكر ربنا. ما شاء الله يا روحي. طب دكتور احمد كان قال لك، واشكر حضرتك طبعا. يا حبيبتي على راسي. على راسي. واشكر الاستاذ شريف والاستاذ عبد السلام. على راسي. اشكر الدكتور احمد الشاوي. يا حبيبتي. بصراحه صعب معايا ما سابنيش. ده جميل والله. صعب معايا برضه ما سابنيش. طب هو قال لك على خطوات مهمه لازم تعمليها عشان جسمك بقى يبتدي يستجيب وكده، عملتيها؟ وشويه رياضه وتتحركي؟ لا دلوقتي لسه ما اتحركش عشان رجليا وظروف رجليا. ده انا قعدت معاكي لحد الساعه 5 الفجر عشان تتحركي بعد التصوير؟ لا لسه ما اتحركيش؟ لا دلوقتي شويه مشاكل في رجليا تاني. طب محتاجه وبتعملي علاج طبيعي على رجلك ولا لا؟ محتاجه، بس العلاج الطبيعي لسه غالي، مش عارفه غالي. هنحاول يا رشا ان احنا نعمل العلاج الطبيعي ده كمان. حاضر حاضر. بس مين بيساعدك ويخدمك في البيت؟ انا انت عارفه غلا ابتدت واحده يعني بتجيلي كتير بتشطفني. هي جانا اللي بتساعدك في كل حاجه. جانا بتساعدني، بس جانا يعني صغيره في كتير، يعني واحده بتشطفني تجيلي يوم او لا. جانا يوم يوم، بس في ظروفي صعبة ما بجيبهاش قوي، اللي بجيبها ليهم قوي ولا لا. يا حبيبتي، طب وانت بقيتي تقومي ولا لا؟ انا بقيت اقوم يعني بس قاعدة على السرير. والمشاية اللي دكتور احمد جابها بتعرفي تقومي بيها؟ لا مش عارفة، تعبانة خالص لسه تاني. طب بتاكلي ولا لا؟ طيب بتعرفي تاكلي وتشربي؟ سامحني بالاكل، باكل اكل معلزة هو قال لي بالظبط. بطاطس مهروسة او الحاجات العصارية. كتب لي هو اللي بمشي عليه بعمله. طب وانتي وقال لك كمان بعد كده هنعمل شويه رياضه ولا لا؟ بس الوقت لسه مش شايف حركه رجليا. لسه مش قادر. انا تعبان عشان خاطر رجليا. فلسه اضعف رجليا. طب قولي لي طيب على حاجه، انت دلوقتي جنى احساسها ايه بقى؟ جنى مبسوطه؟ جنى مبسوطه جدا. جنى واخواتك علاقتك بيهم بقت ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. ابو جنى ظهر ولا لا؟ ابو جنى مع جنى، يشوف جنى ويتكلمها عادي. عارف انك عملتي العمليه يا رشا؟ عارف. قال لك ايه؟ ولا حاجه. قول ايه؟ ولا مراته كلمتك قالت لك حاجه؟ لا لا لا، انا في حالي هم ولا في حالهم. يعني يعني انت ولا هي بشكل بتقعد تغيظك شويه كده في الاول؟ لا لا لا، انا في حالي صورتهم. ما ظهرتش صح؟ يا مزارك. أول حاجة هتعمليها لما تخسي إيه يا رشا؟ أفسح لك، أحرك بك. بس؟ أثبت لي كلها. يا حبيبتي. أقعد في الشارع بس عايزة أطلع. تفضلي قاعدة في الشارع على طول كده؟ أنت عارفة الموضوع لسه ثاني. أنا نمت في السرير الأيام دي، أنا جات لي حالة نفسية. أنا لمجرد أنا سكت مش عارفة على رجليا. يا حبيبتي يا رشا. طب و أنا مجرد يعني عندي، أنا كنت فرحانة إن أنا أعمل عملية وعملتها، وربنا أعطاني يعني فرصة، يعني ربنا يعني ربنا يقف جنبي وحضراتكم طبعا البرنامج. يا حبيبتي الصراحة والدكتور أحمد يعني عملتها ونايمة في السرير. لسه كنت عاملها أقف وأمشي أخرج، بس يعني عادي. هيحصل يا رشا، ده احنا ما بقالناش شهر يا رشا. هيحصل، مستعجلة على إيه؟ وهتخرجي وهتوقفي وإن شاء الله نلاقي كمان دكتور عظام ونلاقي دكاترة علاج طبيعي وكلهم يساعدوكي يا حبيبتي. أنا خايفة يعني هيجي رمضان ولا العيد البيت يتحرم، أنا ما خرجهاش وكده، خايفة. هيحصل أهو، رمضان داخل على الأبواب. طب ما بقول لك إيه، تيجي نعمل خطة لرمضان اللي جاي؟ إيه؟ تيجي نعمل خطة لغاية رمضان اللي جاي؟ ندي فرصة لغاية رمضان اللي جاي؟ أنا مش عارفة الساعة تصلك إزاي؟ ما أنتِ عشان مستعجلة قوي يا روش. مش ساكن، انا تعبت لسه سالي. معلش فاتك كتير، ما بقى الا القليل، ده احنا قعدنا سنين بنحارب. انا صدقت عملت العمليه عشان قلت اقوم امشي، نفسي امشي، نفسي اخرج اشوف الدنيا للناس. انا بقى لي 3 سنين ما كنتش في الشارع. هيحصل هيحصل. انا ساكنه في الشارع بتاعت يعني ساكنه في الشارع، الشارع اتغير مش شايفاه. هيحصل
هيحصل يا رشا ده. يعني بصي احنا في اقل من شهر اهو نزلنا 20 30 كيلو، والله لا يحصل. لسه ده تاني. شوية صبر ودعاء. انا مش بايدي حاجه، انا لو انا ظروفي تسمح كنت عملت لنفسي، بس انا ظروفي ربنا عارف بيا. هيحصل يا رشا، انا بحالي قولي يا رب. انا بقول يا رب على طول، بس خلاص مش عايزين حاجه تانية. انا ماليش غير ربنا وحضراتكم اللي احسن من كله، وربنا يسخرنا ليكي ويسخر لك عباده الطيبين. ونورتيني يا رشا، ومبروك الف مبروك، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك وانتي وشرفتيني، ومش عارفه اشكرك واجازيك ازاي يا حبيبتي. خليكي ليا، ربنا يخليكي ليا يا رشا. تسلمي يا حبيبتي وعلى راسي، الحمد لله على السلامه. باي باي يا حبيبتي.